عفوا مرة ثانية. نعم. بأن غير متزوجة حلمت فيها صديقتها بأنها في مجمع. نعم. والجميع يؤشر إليها أنها يقول أن هذه فلانة وهي منصدمة من هذا. طيب، على العموم أن إشارة الناس في المنام بأيديهم وبكلماتهم وتصرفاتهم تجاه الشخص في المنام إنما يدل على اهتمامهم بهذا الشخص. فهذا الاهتمام على نوعين، له أمرين، إما اهتمام من باب الإعجاب والحذر من قضايا يعني الحسد وغيره، أو من باب أن هذا الشخص يعني أو هذه المرأة أو هذه البنت وصلت إلى مرحلة إعجاب، مثلا انتهاء من دراسة، توفيق في وظيفة، توفيق في يعني حياة زوجية معينة، فالحذر من قضايا الحسد والعلم عند الله. نعم، معنا مسج آخر. نعم نعم مطلقة رأت كأنها في جو يعني ملشى مع طليقها، ما رأت الشخص إنما رأت أهله. أقول هذه الرؤية ربما يعني تعبر بقرب يعني الخطوبة والرجوع للحياة الزوجية القديمة، أو قد الله سبحانه وتعالى يرزقها بعائلة وبشخص هم يتصفون بعض الصفات ممن يعني ينتسب إلى هذا الرجل من أهله وأقاربه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طال عمرك. أنا عندي حلمي بس صغير، واحد صغير حيل. صغير حيل؟ اللي هو طال عمرك قرأت أعوذ برب الفلق. نعم. والثاني طال عمرك أنا فوق جبل خضر، وش اسمه فوق غدران. طيب، في غدران ونزلت نمت على بطني وشربت منه، حطيت الغترة في ثمي وشربت منه، وبعدين شو اسمه نعم ونزلت تحت في الوادي بعد فيه ماي بس خفيف، وفيه ناس وفيه غنم. طيب، ورجعت ثاني مرة صعدت فوق الجبل ولقيت فيه فوق راس، وبعد قاعدين يعبون بش اسمه ثلاجات ماي. نعم. وشربت ماي ووقفت فوق الجبل. سلامتك طالبك. حياك الله. الله يحييك ورحمة الله. مرحبا. قراءة صوت الفلق في المنام، من قرأها في المنام أو استمع إليها في الغالب ما يدل على شفاء من العين وشفاء من أثار السحر. الأمر الثاني رؤية الجبل الأخضر، إنما هذا رجل صالح وله مكانة يعني كبيرة بين الناس، لعل الله سبحانه وتعالى يوفقك للقرب من هذا الرجل، وقد تستفيد من ناحية وجاهته وصلاحه. أما الغتر وغيرها، إن كنت متزوج يا أبو عبد الله فهذه ذرية أولاد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، معنا مسج. أيه، هذه امرأة متزوجة، زوجها مريض وأبوه متوفي، رأى كأنه في المنام يريد أن يذهب إلى قبر أبيه ويحفره. والله الذي أقوله، لعل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يطيل يعني بعمر هذا الزوج ويحسن إن شاء الله خاتمته، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.